وياك يا سوري انا وياك يا سوري ما راح نرجع يا بشار نسود سعيد دمار انا وياك يا سوري انا وياك يا سوري ثورتنا ثورة احرار كناشطين بالحراك الشعبي للثورة السورية جينا على مدرج المشتل لحتى نوقف وقفة احتجاجية ضد المؤتمر المنعقد بدمشق تحت رعاية روسيا المحتلة وإيران وعصابة نظام بشار الأسد للترويج لإعادة اللاجئين والنازحين إلى قراهم وبلداتهم. نحن اليوم شاهدنا وشفنا كيف أنه الطيارات الروسية كانت عم تقصف بالبارة وببينين وبأغلب قرى وبلدات جبل الزاوية. نحن ما رح نرجع تحت ظل نظام بشار الأسد إلا بمحاسبة نظام بشار الأسد وتعليق مشنقة بشار الأسد في ساحة المرج بإذن الله. قالوا تهجر من سنين وجينا على الملايين أنا وياك يا سوري وأنا وياك يا سوري طياراتك عم تقصفنا ما خلت حجر ضيعتنا أنا وياك يا سوري وأنا وياك يا سوري الله يرحم أرض بلادي أرض أولادي وأرض أجدادي أنا وياك يا سوري أنا وياك يا سوري بدو يرجعنا لعنده يمشينا على دربه أنا وياك اليوم بهذا المؤتمر اللي عقده النظام برعاية روسية تصور يا رعاك الله القاتل هو من يطالب هؤلاء المهجرين اللي قام هو بتهجيرهم بالطيران الروسي والتهجير الطائفي يطالبهم بالعودة وعم يعمل مؤتمر لعودتهم، ولكن الرد كان على مدى يومين من مهجرين المدن السورية. لن نعود والأسد موجود، لا عودة لهذا الشعب بوجود هذا النظام وعلى رأسه بشار الأسد. واليوم عنوان جمعتنا واضح، لا عودة لنا إلا بإسقاط هذا النظام وأخراج المحتلين الشيعة والروس من إدلب العز. اليوم مهجرينا عم يردوا طبعا بدعوة من الحراك الشعبي للثورة السورية بهاي الوقفة اللي عم تشوفوها أنتو. لا عودة لنا يا أسد إلا برحيلك ورحيل نظامك وأخراج المحتلين اللي أجوا عن طريقك.